السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد موجه لجماعة التروازيام، توسكي تروازيام سيونس مات تكنيك انفو ايكو ولجماعة الباك الكل. في الفيديو بتاع اليوم ان شاء الله باش نوريكم كيفاش نحسبوا الليميت وكيفاش نخرجوا لي زاسامبتوت وبيان كومون انتربريتي لي زاسامبتوت متاعنا، وكي تبدا عندنا فورم انديتيرميني كيفاش نحيوها. نبداو. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus 1 moins x. J'ai l'un n'aoud de plus l'infini. Tu vois, il y a plus l'infini au carré, il y a plus l'infini, ou racine de plus l'infini, il y a de plus l'infini, mais il y a plus l'infini, moins plus l'infini, moins, n'aoud de x de plus l'infini, ou de moins, tu vois, moins l'infini, mais il y a de plus l'infini. وهذه مشات للبلوس لانفيني وراها موا موا لانفيني. بلوس لانفيني موا لانفيني فورم انديتيرميني. باهي كي تجيني فورم انديتيرميني بالفورم هذه كيفاش نحيها؟ شوف القاعدة على يدك اليمين تبعني. بون كيف ماكم قاعدين تشوفوا معاي، اذا كان جيك الليميت متاع الفورم هذه راسين حاجة الا حاجة وجيك بلوس لانفيني موا لانفيني، قمروها راسين مثلث كونتيتي سميتها مثلث الا كونتيتي سميتها مربع، جيك بلوس لانفيني موا لانفيني، ريت الكونتيتي هذه تضربها تاكوها هي بيدها وتضربها الفوق اللوتا في الكونجيجي متاعها. اش معنات الكونجيجي متاعها؟ معنات نطول في الكسر هذا ونضرب فوا راسين دو دلتا، هذه سميتها دلتا مع الكاري اللي رسمته، بالطبيعة نضرب الفوق واللوت وهكا نجم نتخلص من بلوس لانفيني مو لانفيني، هكا نجم نحيها الفورم انديتيرميني. دونك لهنا المثلث متاع اكس كاري بلوس ان والمربع متاع اكس، دونك نجي ونطبق القاعدة متاعي. معناتها كيف تجيك هكا تخدم كيف ما خدمتين، تعمل ليميت لورسك اكس تون فير بلوس لانفيني تاع راسين دو اكس كاري بلس ان موان اكس، وذا الكل نضرب الفوق واللوتا في الكونجيجي متاعو، الكونجيجي متاعو اللي هو راسين دو اكس كاري بلس ان بلس اكس، نضرب الفوق واللوتا. وهنا باش نمشي ندق الباب على قاعدة أخرى باش نستعملوها لهنا، شوفوا معايا كيف كيف على يدك اليمين. كيف ما تشوفوا معايا A موان B فو A بلس B، قاعدة هي A و كاري موان B و كاري، A موان B فو A بلس B، هذه كل الكونتيتي هذه كل هي A موان B فو A بلس B. نطبق القاعدة هذه نلقاو égal limite lorsque x tend vers plus l'infini. هذه a moins b fois a plus b تولي هذه او كاري، معناتها الجذر التربيعي x قوت 2 مع 1 والكل قوت 2، القوت 2 تنحي الجذر التربيعي تولي x كاري بلس 1 الا b او كاري موان x كاري، وهذا كل ديفيزي بار راسين دو اكس كاري بلس 1 بلس اكس. كيف ما تلاحظوا لهنا اكس كاري مو اكس كاري نحيهم، فهمتوا هذه منين جات؟ خاطر ا او كاري مو بي او كاري، اك ا او كاري هي عباره راسين دو اكس كاري بلس 1 او كاري، ريت الكاري هذا نحى الجذر التربيعي قاعده اكس كاري بلس 1، معناتها باش مشيت من هوني لهوني طبقت القاعده هذه، ال ا هي راسين دي اكس كاري بلس 1 والبي هي اكس، شنو قعد الفوق؟ الفوق قعد 1 واللوت هذا يمشي للبلس لانفيني وهذا يمشي للبلس لانفيني، اللوت الكل دونك بلس لانفيني بلس لانفيني بلس لانفيني 1 سور بلس لانفيني 0، دونك الليميت متاعنا 0، ليميت اون بلس لانفيني متاعنا 0. اجيو معايا تخيلوا انه الفونكسيون هذه بكلها، الفونكسيون هذه بكلها نسميها اف، الفونكسيون هذه راسين دي اكس كاري بلس ا موان اكس نسميها اف. باهي سميتها اف الفونكسيون هذه، كعملنا ليميت لورسك اكس تون فير بلس لانفيني دو اف دو اكس،
نلقاو زيرو قاعدة، فما قاعدة باش تخرج لكم تو على اليمين، تقول كيف ما تراو معايا اذا كان عندي الليميت، كي نحسب الليميت في الانفيني دي فونكسيون اف ونلقى عدد فيني 5 6 0 جذر 2 الا 1 المهم فيني، القاعده تقول الور اي ايجال ا يوتينا سام توت اوريزونتال على كورب دو اف او فوازيناج، وين عملنا الليميت فوازيناج بار اكزومبل انا عملت الليميت في البليس لانفيني، هنا اون جينيرال او فوازيناج وين عملت الليميت يا بليس يا موان لانفيني، معناتها كي يبدا عندك الليميت في الانفيني دو اف ايجال ا ايجال ا يوتينا سام توت اوريزونتال لهنا، دونك ليميت في البلس لانفيني دو اف نلقاوها زيرو، وريتكم كيفاش نحيو الفورم انديترميني، وبون الكونستركسيون تاعو ساهلة على الاخر، ديجا ايكغيك ايكال زيرو اللي هو لاكس دي زابسيس هو او اي، معنتها الكروب كيف تبدا فونكسيون كروسونت يمشي ويقرب له يمشي معاه، كيف تبدا هابط كيف كيف يمشي ويقرب له. ان شاء الله تكونوا فهمتوه الفيديو نتاع اليوم، متنساوش تعملوا ابوني للشين يوتيوب نتاعي وثلاثي ايمن مات بوتوس، تعملوا ابوني للتيك توك نتاعي وثلاثي ايمن، وتوريوا اصحابكم الفيديوهات كيف نلقى برشا تفاعل نصلح لكم نعمل لكم فيديوهات كي هكا يعاونكم برشا. السلام عليكم.